اهلا بحضراتكم من جديد. واكيد يعني من ضمن التعليقات اللي شفتها الحقيقه واسعدتني جدا جدا وانا بقلب في السوشيال ميديا، لقيت يعني ناس كتير كاتبه يعني بوستو بيتكرر، قال لك احنا كل ما نفتح التلفزيون نلاقي هيثم السعيد قاعد بيحتفل بكاس. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، كل ما الاقيه طالع بيحتفل بكاس، كل ما افتح التلفزيون الاقي ما هو ده النادي الاهلي. وهو يعني احنا لو عملنا 100 حلقه كل يعني شهر مش هنكفي الكويس اللي بتخش جوه النادي الاهلي. الحقيقه فريق 16 سنه ناشئات اللي فاز ببطوله القاهره في حاجه جميله جدا ويعني طريفه جدا. في اتنين لاعبات توأم وهم الجميل ان هم الاتنين كمان مميزات جدا، يعني لاعبات جامدين. والدليل على كده في بطوله القاهره الاختين او التوأمين، واحده فازت بهدافه الثري بوينت واحده فازت بالام في بي او افضل لاعبه. فبيبقى حلو جدا لما بيكون اتنين، يعني حاجه جميله ما بنشوفهاش كتير ان الاتنين توأم، ساعات يبقى واحد احسن من التاني، انما لما يبقى اتنين كويسين اكيد ده بيبقى حاجه كويسه، واكيد ده بيدل ان في اسره بترعى البطولات دي بشكل جيد. برحب طبعا بهنا الباز لاعيبه الفريق وافضل لاعيبه في بطوله القاهره. اهلا بيك هنا. والف مبروك على البطوله والف مبروك على ام في بي. شكرا. بنرحب بقى باختها التوأم طبعا بيست 3 بوينت شوتر جودي الباز. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ ومبروك طبعا على الكاس الفردي، الكاس الجماعي الاول بتاع البطوله وكاس الفردي. شكرا. طب هنا اجي لك، يعني البطوله كانت صعبه ولا الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ يعني عرفي الناس البطوله كانت ايه ومين الفرق اللي كانت معانا، يعني بسرعه كده. يعني البطوله كانت صعبه كويسه. كان معانا في الفاينلز الشمس والتامين والجزيره، كان الجزيره طبعا يعني هو اهم ماتش، بس كل الماتشات كانت كويسه. هو بس كان بالنسبه لنا اخر ماتش مع الجزيره في الفاينل اخر الدوره كان هو اصعب واحد، يعني كنا في الاول خسرانين فرق ممكن 17 بوينت لغايه من الجزيره. الماتش الثاني عملته ايه؟ ده الماتش الثاني، الماتش الاول كنا كاسبين فرق يعني حبه، كسبنا فرق تقريبا 15 او 11. بس الماتش الثاني بقى كنا ممكن نازلين يعني مريحين شويه عشان يعني احنا كسبنا جزيره ماتش خسرنا ماتش. لا كسبنا الاثنين. بس الثاني ماتش هو اللي كنا يعني كان صعب شويه، كنا نازلين كده ايه واثقين من نفسنا زياده شويه عشان كنا يعني عاملين في حسابنا ان احنا الماتش اللي فات لعبنا مش باحسن حاجه وكسبنا، فيعني الماتش الثاني كان بادئين كده ايه. بس الحمد لله يعني قدرنا نعوض في الاخر وكسبنا الحمد لله. طيب يعني فوزك بالام في بي ده نتيجه الافشنسي بتاعك كل الماتشات وبيجمعوه وبيدوه في الاخر. انت خدت كام مباراه فيها افضل لعيبه؟ اتنين بس، وباقي الماتشات كنت ممكن الثانيه كده الثانيه. بس از اوفرول المجموع كله انت كنت يعني موست افشنسي بلاير. بالذات في ماتش الشمس كنت الافشنسي 33، كنت عامله 20 بوينتس و 23 ريباوندز. فاكره كويس، برافو. وماتش التامين برضو الثاني كنت 21 افشنسي. فيعني ده مركزك ايه هنا؟ بتلعبي ايه؟ 3 4 وساعات بلعب 5 برضو. طب نشوف بقى اختك التوأم بتلعب نفس المركز ولا جودي بتلعبي مركز ايه؟ يعني هو الاساس 3 بس ساعات بلعب 1 او 2. الله، ده انتوا ما شاء الله يعني انتوا فرقه 1 2 3 4 وساعات 5، يعني ممكن ما شاء الله اللي يعني انتوا الاثنين تنزلوا يعني تلعبوا الخمس مراكز. الله اكبر عليكي. طيب انت فيكي ميزه كبيره جدا يا جودي، طويله الله اكبر. فالطويل اللي بيشوط 3 بونت ده عمله نادره. شايفه دي حاجه كويسه؟ انت بتبقى طويله يعني حتى ايدين الديفنسات مش هتقدر تجيبك، شايفه ده بيساعدك؟ وبالذات يعني دلوقتي في ال 14 وال 16 اللي هو فوق الطول بيبقوا 3 بوينت باربعه. انت بتشوط 3 بوينت باربعه؟ اوبا، ده بص ده عارفه الجوكر اللي هو بيرفع الجوكر ده زمان زي المسابقات القديمه، يعني 3 بوينت باربعه. فاكره انت اكتر ماتش جبتي فيه ثلاثات ايه؟ تقريبا ماتش الجزيره الاولاني. كام 3 بوينت؟ تقريبا 4 في 4 ب 16. الله اكبر. طيب 4 في 4 ب 16 ده غير اللي احنا حطيناه الباقيين، فاكره حطيتي كام بوند؟ مش فاكره يعني تقريبا 22 23. الله اكبر، يعني انتوا الاثنين الله اكبر ممكن تحطوا 40 45 بوند في المباراه، ما شاء الله. الله اكبر، ربنا يحفظكم يعني تاتش وود. انا بس يعني ايه بوري قد ايه انتوا كويسين. طيب